شن النواب هجمة شديدة على سياسات الحكومة في جلسة مجلس النواب التي عقدها مساء الأحد، حيث قدم نحو 100 نائب مذكرة نيابية تطالب بتعليق مناقشة الموازنة العامة في اللجنة المالية إلى حين تراجع الحكومة عن قرارها برفع أسعار المحروقات والكهرباء. ما لا تطالب هذا الجلسة إذا سمعت حكومة المسلمين لا تسقط حكومة الكفر، حكومة الجبال. يا صدام يا أخي ما بعطوك حديد تقتعد على الحاوية. يا صدام نناقش بنا يا أخوان، إذا بدكم مجلس يناقش جلسة مناقشة عامة سنفتح مناقشة عامة لجلسة معتمدة. صلى على النبي صدام. طيب صلى على النبي، هذا رئيس وزراء موجود بموجب النظام الداخل والقانون انه يدافع عن حكومته. لا خالد يا اخوان، هذا قراري خالص. يا خالد يا محمد، دقيقة بس دقيقة. يا خالد يا زملاء، هذا مش نقاش، هذا مهاترة. خالد، رئيس الوزراء هاني الملقي قال إن الحكومة ستعدل سعر التعرفة الكهربائية هبوطا في حال انخفضت أسعار النفط. لم يتخذ القرار بليلة، وأنا أوضحت ذلك أن موضوع تسعيرة المشتقات النفطية موضوع مستقر منذ 8/3/2008 ويطبق شهريا منذ شهر 11/2012 بعد أن كان موقوف العمل به. أما موضوع الكهرباء فقد اتخذ القرار في 3/10/2016، وأن الزيادة في الدخل الذي يتحدث عنه النائب المحترم هي لتعويض هذه الكلفة وليس دخلا إضافيا، لن يتأتى دخلا إضافيا، هذا يجب أن يكون واضح. وكانت الجلسة ابتدأت بنقاط نظام انهالت على الحكومة، بدأت بشكر الجهات المختصة بخروج المواطن حسان بني حمدان من السجون اليمنية، وتحذير لجنة فلسطين النيابية من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ومطالبة الحكومة بأخذ الإجراءات اللازمة. إننا في لجنة فلسطين النيابية نحذر من مخاطر نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني إلى القدس، ونعتبر أن هذا التصرف الخطير لن يخدم السلام والاستقرار لا في المنطقة ولا في العالم بأسره، بل سيغذي التطرف واللجوء إلى العنف، وفيه مصادرة وتجاوز لإرادة وعقلية الشعوب العربية والإسلامية والتي تزيد عن ثلث سكان العالم. وسيكون لمثل هذا التصرف الأرعن من الرئاسة الأمريكية، والذي أكده مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني في خطاب يلقيه هذا الأسبوع، منفذا ما كان قد وعد به خلال حملته الانتخابية، وأكده مرارا في خطاباته العنصرية قبل وبعد فوزه بالرئاسة الأمريكية. سيدي، هذا أهم المواد. دقيقة واحدة، هذا فلسطين يا سيدي، دقيقة واحدة يا سيدي بس، إن شاء الله. إننا في لجنة فلسطين نطالب الحكومة بأن تتحرك وبسرعة، لأن هذا الموضوع يهم الأردن قيادة وبرلمانا وشعبا، كما يهم الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية. وعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيصال صوت إجماع الشعب الأردني بكافة مكوناته وأطيافه، والتحرك والتنسيق مع الجامعة العربية ومع هيئة الأمم المتحدة ومع دول العالم الحر التي تميل للحق لوقف مثل هذا القرار الذي يصادم كل القرارات والقوانين الدولية، مما سيؤجج الصراع وسيكون له نتائج وخيمة. وسنبقى كما أكد سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه أكثر من مرة، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي مفتاح السلم والحل في العالم أجمع. أتمنى من المجلس الكريم تبني هذا البيان، وشكرا للزملاء. وانتهت الجلسة بعد أن أنقذ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراون الحكومة من هجمة النواب برفع الجلسة. أعتذر منكم وترفع الجلسة وستحدث لاحقا، ترفع الجلسة لأنه ما كان هكذا نظرت لزوجي.